بك في موقع جريدة أشواق الإلكترونية. الله يعزك. اللي كتجدد لقاء بك المرة الثانية. الله يعزك. كنا صادقين. صح. يعني نعم في هذه القضية ديال الخيانة الزوجية عبر المواقع الإباحية. نعم. كنت تقول لنا شنو هي أو شنو هو جديد في القضية؟ الجديد اللي في القضية هو أن الولي ديالي باقي ما شفتوش لحد الآن، ميتو لحد. ملي كنتصل بهم داك الشيء شي كيسبك شي كيقول في الهضره وما كيخلوني نشوفو. هذه بالنسبه ليا راه قضيه كبيره، لان الدري كان معايا في يدي حتى ما حسيتوش. داو عليا قدام عباد الله، راه سبق لي وقلت هذه الهضره هذه كامله. انا ما كنطلب حتى حاجه، كنطلب غير الوليد ديالي نشوفو، وهذوك الناس اللي كيتبعونا من برا شي خاسرين وقتهم شي. انا لحد الان ما عرفتش الموضوع شنو هو بعدا اصلا، علاش هاد الناس هادو دايرين هاد المراقبة الشديدة؟ أنا راه إنسان مغربي بحال جميع المغاربة، لا حول لي ولا قوة. كيفاش كون كنت سلبوط أنا كرة ما خليت ما عملت؟ شنو هي الفترة بالضبط، الفترة اللي مشيتش من بكيت أنا إكزاكت الوقت؟ الوقت من شهر 4 ديال 4/4/2017 إلى حد الآن. لا اتصال والآخر اتصال اتصلت به باش نهضر معاه في هاد العيد اللي داز. تصدق تفاجأت أنا هضر معايا جدو وقال لي شي كلام لي ولا أخلاقي، وراه عندي مسجل، تسجل عندي داك المقطع ديال الجد ديالو. الوقيته اللي اتصلت به أنا حشمان باش نوري لكم أخوتي المغاربة هاد الأوديو هذا ديال إنسان عنده 73 سنة، وسمعوا شنو كيقول لي هنايا. شنو السلام عليكم. عليكم السلام. دار نجاح شنو دخل في الموضوع نجاح؟ وي سي نجاح ولا عمي ولا هيثم كاين ولا ما كاينش؟ هيثم راه في الحبس، مراك راه في الحبس السبيطار. ماشي مشكل، الله يجعلك قوي. شكرا. وقعوا لي ثلاثة د الكسايد في وقت وجيز، وعندي واحد اليقين ديال 80% كان داك الشيء مقصور. أنا باقي كنقولها لخوتي المغاربة اللي هناني وبغى يهنيني يجي لعندي ويفنيني باش نرتاح شويه. انا واش باقي تداول كاين اللي كيتصلوا بك في الهاتف تهددوك بالقتل كيهددوك ولا ما؟ دابا ما بقاش داك الشيء، ما بقى لا يهدد حتى شي واحد، وداك الشيء ولا كيطبق عليا برا. ما فهمتش انا، ماشي مغربي ولا شنو؟ انا خدمت بلادي الحمد لله بواحد الاخلاص اللي هو كبير، وراه معروف ماشي كاين على واحد مش عارف. الاصدقاء ديالي حصل ليهم وقت انا دايرهم في قلبي وما بقى معايا حتى واحد. انا كتفوت الامر ديالي لله سبحانه وتعالى، وانا مازال عايش وسط خوتي. انا تنقول لو كنعاود اخوتي براسهم ما بقاوش كيتعاملوا معايا نيشان. شنو عامل انا؟ واش كنت كنرتكب شي جرائم ولا شنو؟ وثانيا كيقولوا انا فاسد، كما قالوا شي دليري صغار ما عارفينش، قالوا الفاسد. كيفاش الفاسد؟ اش فاش فين كيتجلى هذا الفساد اللي طيح اللي حنا كنديروه ديال الدين؟ كاين الناس اللي راجل تزوج راجل فهمتو الدين ديالنا كيحرم هذا الشيء ولا ما كيحرموش؟ ولا ما تحرك حتى شي واحد من ناحية ديال القانونية، يعني في المحكمة الآن من وقت كبير وطول بزاف. مازال لحد الآن غيطولي نهار 20 في شهر 6 في الستينة فاش يديروا معايا تحقيق. لقيت اللي مشيت يلا دخلت قالوا لي خصنا تشكر السيدة حاضرة. فوقاش هاد السيدة عاد حضرت لها 19 شهر 9، ماشي مشكل الدنيا هانية. ولكن أنا داك الدري كان أنا الوحش ديالو قتلني. هذا الحكم ديال إهمال الأسرة، شمن إهمال الأسرة دايرين هاد الناس؟ الولد كان عايش معايا وجميع المستندات وكلشي عندهم، كلشي عطيتهم على فيف عدلي، عطيتهم شهادة مدرسية، عطيت شهادة السكنة، إشهاد ديال العمارة كاملين، معاين مجرد في القصر الكبير. هي كدلي براسها كتقول لهم نهار اللي خرجت خليته مع بابا، وزيد وتا آخرين من غير داك الشيء. نهار اللي جيت درت أنا إسقاط الحضانة والنفقة كما سبق لي قلت لبعض الإخوان الصحفيين بأن داوه لي صحة، ماشي غير هكا. وانا راه جيت للمحكمه وكنت كنتمنى باش يمشي معاها، لان كيقول لك حب الام ما كيتعوضش رغم المشاكل ديالي بيني وبينها بوحدها. شحال من حاله الام؟
انا الام ما نحرموش منها. انا قلت له انا جيتو باش واخا مشى ما بقاش فيا الحال. هي في الاول وهي رغبه الوليد كانت ديما كتقول لي واحد النهار غنخليه لكم نزيد بحالاتي. قلت لي صحاب لي عيك تفلا هي انا ما كنتش كتجي ما غاش يصحاب لي بان جديه. وفي الاخر داتها بصح هي ريش مدارها دابا هادشي كله وقع. هي مني دارت مني درنا حنا اهمال الاسره هي دارت اهمال الاسره. شكون هاد الاسره اللي دعات هي بعدا؟ شكون هاد الاسره خدام عليها على والديها ولا شنو؟ الولد كان عايش معايا انا. اليوم ملي جينا القضاء انا خلصت كلشي خلصتو هالوثائق عندي ديال الخلاص. خلصت العده ديالي خلصتها جوج مرات. مني دار قالك دير طلب ديال استرجاع المبالغ ولا شنو هذاك الشيء اللي كيديرو معاك. خليت داك الشيء ما كيهمنيش انا اللي كيهمني هو ولدي. فقط. صافي على الاقل ندير معاه صلة الرحم. بغيت نتكلم معاك سي في المنزل ديالك وكنشكرك انك فتحتي لنا بابك وفتحتي لنا قلبك. حتى هو دا شغنقول لك. وكنت قلتي لي بان كيوصلوا لها استدعاءات ديال رجال الشرطه وانها ما كتجيش. ما كتحضرش هي في التحقيق ولا تمشي. واش لا زال البحث التجاري قضائيا بالنسبه للسيده؟ ما عنديش شي حاجه اللي ما عنديش السي هشام اللي شي واحد اللي يوصل لي هذا الخبر هذا. ما عايش هكا الناس تابعينك من لهنا ولكن هي واش كتمشي ولا ما كتمشيش الله اعلم. هي حنا داخلين المحكمه وكتقول لي انا قلت لك راه نحمقك انا قلت لك راه نحمقك وقدام القاضي كتدور عندي وكتبقى تخسر في وجهها. كتشوف ان كاين شي مسؤولين يعني كبار يعني داخلين في الملفات ديالك؟ ايوا شنو نقول المسؤولين الكبار غيكونوا هذوك اللي كنشوف انا ماشي غير كبار فوق كبار. لكن اللي يركب على سياره كبيره فخمه اش حيقول سميتو؟ هي متيقنا من راسها ما كدير لا وثائق لا والو كتعطيها فمها وكتجي كتقول غندير لك انا غنديك انا غندير فعل لك ديك الحاجه. يعني كاين اللي غادي يحامي هي ما كتخافش ما كنعرفوش الخوف منها هو لان الانسان اللي كيكون تحيد منه الخوف. يعني كاين شي واحد كاين اللي هما اللي دايرين كل شيء.